كان بعض العسكر قد تفرقوا بين الكتب وراحوا يوقدون النار فيها، ثم ينسحبون ركضا لتلافي اللهب الذي أخذ يمتد أفقيا ويعلو ويتصاعد. تلتهم النار الكتب، تفحم أطرافها، تجفف أوراقها، تلتف الورقة حول نفسها كأنما تدرأ النار عنها ولا جدوى. فالنار تصيب وتأكل وتلتهم وتأتي عليها سطرا سطرا وورقة ورقة وكتابا بعد كتاب. وأبو جعفر يحدق فيها مستريعا ويصرخ دون صوت. يقررون عليه الرحيل، يسحبون الأرض من تحت قدميه. ولم تكن الأرض بساطا اشتراه من السوق، لم تكن بساطا بل أرضا، ترابا زرع فيه عمره وعروق الزيتون. فما الذي يتبقى من العمر بعد الاقتلاع؟ وأي نفع في بيع أو شراء؟ ما الذي تمنحه حفنة دراهم لشجرة مخلوعة تشرئب جذورها الفضاء لتمسك بتربة غائبة؟ أصدقائي، هذا كان مقطع من رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة المصرية رضوى عاشور، ويلي رح تكون محور نقاشنا في جلستنا القادمة في نادي اقرأ كتابي نهاية هذا الشهر 31/7. بتمنى تكونوا معنا هنيك على نادي اقرأ كتابي على تطبيق كلاب هاوس للمناقشة الفاعلة، ومن هون لوقت موعد المناقشة خليكم عم تقرأوا.